داك الخياطن عار يا الدولة المغربية تخليونا عامين دابا وحنا كنعانيو تما حشومة عليكم فين غيمشيو هاد الشعب الشعب المغربي الشعب كيموت على هاد المغرب المشاكل التي يعاني منها التجار كما كيعرفوا يعني السكينة الناظور ولا الشعب المغربي أنه حنايا تعرضنا للحريق المشؤوم يوم 24/6/2014 في المركب اللي كان مسمى في وقته المركب المغربي العربي الكبير سوق الممتاز تعرضنا فيه الحريق من بعد 8 شهور ديال المفاوضات عطاونا واحد المكان المؤقت حدا سوق ولاد ميمون عبارة عن قياطن حنا قبلناهم النهار الأول سحبنا السوق هذه يتعاد البناء ديالو في ظرف سنتين كنتفاجئوا أنه زادوا سنة المقاول وسنة ونصف اللي غيهدم المشروع حنايا اليوم جينا هنا كنطالبوا بالمسؤولين يوفروا لنا شي مكان يليق بنا كتجار حنا عينا كنقولوا بركه ونتمنى ان شاء الله يستجبوا لهذا النداء وإلا ما استجبوش حنا غادي نكرروا لهذه المسيرات ونقدر نوصلوا كاع للاعتصام بغينا شي مكان يليق بنا راه حشومه عيب وعار غادي حنا نبقاو نجلسوا في القياط في وسط المدينه كيعيطوا لنا سكينه النظر تندوب كيعيطوا لها تندوب راه ماشي عيب اذا حنايا مشينا في المسار ديال المفاوضات اكثر من 30 جلسه لا مع العامل السابق لا مع الاداره اللي كاينه دابا فين غادي نوصلوا بقاو كنجلسوها الهضره اللي شبعناها اذا الله يخليكم الا راكم كتسمعوا الصوت ديالنا لبيو لنا المطالب ديالنا الله يرحم والدينا